فيلم عروستي صحيح ان هو الحقيقه من اول ما نزل البرومو بتاع عروستي الناس كمان حبت الديالوج اللي كان ما بينك وما بين جميله. كان في فيلم بسيط خالص سهل يعني. انت بتحب الاسبريسو صحيح؟ وعندي مشكله مع اللي ما يحبهاش. انا كمان من اول ما دقتها اتعلقت بيها لدرجه ان انا بفكر اقرا فنجانها. اسبريسو ما بتتقليش. ما هو ده سحرها، بتكتم الاسرار، ما بتسيبش الغاز وراها زي البن التركي. يا سياح مره بس بترشق في الوريد. انت بتعاكس القهوه بقى. ما هي تستاهل انها تتعاكس برضه، صغيره كده و الشط منها يودي في داهية. لما احمد حاتم نازل صوره له من غير دقنه الناس قالت هو مين ده؟ مين ده؟ انت من كتر احنا نعرفك بدقن صح؟ ده حقيقي. انت قبل اول مره كنت انا اتولدت بدقن. بس يا احمد انت اول مره تنزلك صوره؟ كان بقالي كتير طبعا. السرب ده فيلم مستنيه بقالي كتير جدا، برضو من ضمن الحاجات اللي متاخره فيلم السرب، برضو زي الافلام التانيه خلصانه بس كان ممكن ينزل السنه اللي فاتت ما نزلش، فهينزل في العيد ان شاء الله. انت خلصت تصويره ولا لسه؟ من زمان وخلص، انا عملت واشتركت على حاجات فيه كتير، فيلم خلص وفيلم مفاجاه يعني. هو فيلم عن عمليه مهمه جدا، عمليه عسكريه مهمه حقيقيه، واحنا عملنا ادوار حقيقيه. وكان الموضوع حقيقي يعني، ده مش كلام برامج، انا مش من النوع ده خالص، كان حقيقي الموضوع يشرف وزي اقرب لتكليف يعني. احنا انا وكريم وآسر رحنا قابلنا قعدنا مع الناس عرفنا الحدوته صورنا. عمليه عسكريه حديثه حصلت وكلنا كنا متابعها في الاخبار يعني طبعًا. انما هتبقى ازاي في الدراما مش عارف. وده جديد شويه انك تشوف حاجه يعني مش تاريخيه قوي، حاجه معاصره معظم الناس شافتها بتشوفها بقى متصوره. بصراحه بعد ما نزلت الصوره دي ردود الفعل اللي جات لك كانت ايجابيه ولا سلبيه؟ لا معظم الناس متعوده عليا كده فبتتخض، بس وقت الشغل مش مهم يعني خليهم يتخضوا. رد الفعل كان ايه؟ كان حلو. ما عادش التفكير وقلت انا هفضل كده باللوك دي. لا انا دقني بتطول بسرعه وما يعني لما خلاص ما بحلقهاش من غير سبب يعني، لازم يبقى في سبب فاحلق دقني، انما اصحى الصبح احلق دقني. كان دايما الاستاذ حسين فهمي يقول لي كده مثلا، ازاي بسبب انا كده احلقها كل يوم يعني. يا عم انت راجل بتلمع يا عم، الله يبارك لك. لا قمر حسين فهمي. لا يا عم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.